السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كما شفتوا في الاول الفيديو داك الصور وكذلك مقطع الفيديو اللي من البحر عرفتوني فين انا هنا كنصور معكم في البحر ديال مدينه العرايش هذا البحر آه دي ما كتمشي لي سميتو سيدي برحيم ولا عبد الرحيم والله الا المهم جا حدا بور ليكسوس الناس راهم عارفين بور ليكسوس هاد البلاصه هادي دخلتنا ليها الوالده بالصدفه كاينه واحد البليصه زوينه كما هكا كديرين فيها كليسات ما كيجلسوش فيها نيمبورط كي صراحه الله لقيناها خاويه وداك السيد قالنا كنجلس غير الناس النقيين اللي عارفوا مع عائلتك يعني ما كدخلش اي واحد راه تهضرت مع ماما وقالت له راني سبقنا جينا حنا و... والعائله اللي وعد وعاد دخلنا تطلبوا داكشي اللي بغيتو كيوجدوا لكم على ما كتبحرو وكتجيو تاكلو هنايا واللي اللي بغيتوا تيجبو لكم الطاجين فين كديو لكم المهم حنا درنا معاه مشينا تبحرنا مع راسنا مع بكري ودوزنا بقيت الزوين البحر كيما كتكون تعرفوا هنا كيكون كي خاوي ودابا نعاود لكم في اخر الفيديو على لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديالو هنا كما كتشوفوا الاطلاله عنده لاكسينيشن من تما تقدروا تمشيو للبحر كما شفتوا راه لي باراسول وكلشي هكا دايرين داكشي طبيعي القريعه دايرين يعني مواد طبيعيه كيزرعوها تما الخبز كذلك كيطيبوه تما كيما شفتوا الفران عندهم تقليدي يعني صراحه الله مكان ما كان زوين حاجه وحده الكرعة هي اللي دارها لنا في الطاجين هانتوما غتشوفوها حاجه وحده اللي صراحه انا كما نقول لكم كل شيء شويه شنيوله شني ولا لان هادو مدرقين بالشمس راكم عارفين كان الصهد والصيف ولكن صراحه واخا ككل الكلسه زوينه ومامنه وما كيقربكم حد مو حتى حاجه اللي بغيتو كيجيبها لكم هنا الطاجين هذا راه كبير البنات كبير راه كان قال لي مية 120 درهم حنا كنا شحابينا تقريبا وقلة خمسه ولا سته الناس خمسه ولكن صراحة والله ما قدينا نكملوه لأن كنا ديجا جبنا معانا شي ماكلة هكا وكلينا في حتى البحر ما عرفناش بأن سيرمون غادي يكون ولكن هو راه يشبع هذا تلت من ياسر العشرة من الناس صراحة حيت كبير هذا صايبو هو وقلنا يقولوا لي كيجا ما عرفتش انا المذاق ديالو داك الدنجال خطير كيصايبوه جبال هكا بواحد الطريقه زوينه شماليين شي مره ان شاء الله لقيت شي واحد كيصايبو غنوريه ليكم والبلاصه اللي ديك كنا جايبينها معها كان مع مرات الاخ ديالي وجلسنا وكلينا ومهم دوزنا زوينه في داك البحر صراحه هو بحال جات تحت لوطيل مع الدروج لوطيل ديال ليكسوس كتهبطوا الهبطة اللي كيهبطو من لوطيل للبحر كتلقاوه وحداهم يعني ما عندكم فين تلفو حدا الباركينغ راه كاين باركينغ واحد جهة تما غتلقاوه مهم هادشي اللي كاين وهنا بغيت نبارطاجي معكم هاد الاطلالة هادي اللي جات على البحر عاوتاني من منطقة اخرى هادي من جهة واحد التجزئة ديال لوسيون اللي جات البحر من هاد الجهة ومن الجهة الاخرى الغابة اللي غتشوفو معايا من بين داك الغابات اللي كانو تحرقو وبغيت نوريكم عاوتاني من منعاود لكم داك المنظر صراحة الله كيحز في القلب الإنسان أنه يشوف غابة ما عرفناش شنو هو السبب ولكن شان نقول الحمد لله على كل حال والله يحد لباس صراحة منظر يعني شوفوا الجمال اللي كيعطي ربي شي حاجه راه كتكونوا فرحانين مثلا بحال كتشوفوا هكا لو كان شفناه ملوت ولا وقع فيه شي حاجه ما غاديش يعجبنا المنظر دونك هكاك الغابه عرفتي راه مشيت شتها راه والله الا دراتني في خاطري شتها هكاك راه في الارض عرفتي الرماد في الارض هكا باقي والشجر كحل هكا مشوطين صراحه هانتوما غتشوفوها معايا في واحد المقطع د الفيديو بغيت نشاركها معكم باش تشوفوها وهاد الغابه اللي كنقول لكم راه جات في وسط المدينه راه تقريبا في وسط المدينه يعني ماشي في وسط يعني كاين واحد البلاصه هنايا فيها هاد الغابه شوفوا هاد الشجر هذا خضر هنايا مازال ما تقاش شفتوه وحده هنايا او غادي تشوفوه يعني ما مشاتش كلها الحمد لله هنا ها هو حرق شفتوا ها هو هنا كيبان لكم ها هو كل شيء الشجر محروق الارض فيها الرماد الحمد لله على لطف الله وصافي وراها من الشانطي لهنا هنا كاينين الديور يعني باش تعرفوا ان غير بلطف وصافي والله ومن ومن الغابة اللي هي هي اللي قلت لكم كانت ذاك الجئه جديده جات هي ما بين ذاك الجئه جديده وواحد الدور قدام والحمد لله على كل حال يعني داك الحرائق راه كانوا ماشي راه كانوا تفشاون جهه القصر الكبير جهه الخميس الساحل بحالي ماشيين طنجة كاين عاوتاني في جهه لو دروف ملي كتكون ماشيين والحمد لله على كل حال المهم شاركت معكم هذا الفيديو اللي كنت ديجا صورته في الصيف وما يعني في شهر 8 الشهر اللي فات ملي كنا في العطله وما تحتاجش فرصه انني نحطو ودابا كنمونطي شويه بشويه داكشي اللي اللي عندي هكا وكنحاول نوريه لكم باش نشارك معكم هكا داك اللحظات اللي دوزناها زوينه وخرجنا وداكشي ان شاء الله ها نتوما كما كتشوفوا هنايا ها الشجر اللي بنا ما تقاش شويه منه من الجنب ومن اللي هي لداخل كلها محروقه أه الحمد لله على لطف الله الحمد لله على لطف الله ربي ربي لطف ربي بلاصه هاد الغابه راه كيجيو بزاف الدراري كيلعبوا فيها كيلعبوا فيها الكره كيجريو كي بزاف د الحاجات هنا شفتو الديور راهم كيبانوا الطوموبيل والديور يعني من جهه اخرى الشامبي كاين الديور طف الله وصافي بينا والحمد لله على كل حال خليكم الى فيديو قادم ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادمة الى كنت وصلتو حتى لهنا ما تنساونيش واحد اللايك واشتراك وبارطاج الفيديو شكرا لكم